السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي. نستكمل ما بدأناه الحصة السابقة في درس النظام السياسي والإداري في الدولة الإسلامية. بدأنا بالأسس التي قامت عليها الحضارة الإسلامية، ثم عناصر النظام السياسي والإداري، وصلنا إلى سادسا الشرطة. الشرطة تعتبر من الوظائف المهمة في الدولة الإسلامية، فهم مجموعة من الجند بيعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في حفظ الأمن والنظام، وأكيد بيتم الاعتماد عليهم في القبض على الجناة والمفسدين بما يكفل سلامة المجتمع وأمنه. شخص اللي يعين رجل الشرطة لازم يكون فيه مجموعة من الصفات المهمة، أن يكون سياسيا بارعا، ذا عقل رصين، شجاع، نزيها خلوقا في سلوكه، وذلك لأنه كثيرا ما ينوب عن إدارة حكم الولاية عن الوالي في حالة غيابه. يعني لازم يكون في مجموعة من الصفات المهمة سياسيا بارعا، ذا عقل رصين، شجاع، نزيها خلوقا في سلوكه، لأنه في يوم من الأيام قد ينوب عن الوالي لغيابه لأي سبب ما. واجبات الشرطة في المجتمع الإسلامي. الشرطة لها مجموعة من الواجبات. رقم واحد، تنفيذ الأحكام الصادرة عن أصحابها وإقامة الحدود على العصاة والمجرمين، بينفذوا الأحكام والحدود. اثنين، حماية الخلفاء وولاية الأمصار ضد مناوئيهم في الداخل، بيحموهم من أعدائهم. طبعا أمصار يعني بلدان، يعني سواء كان والي أو ممكن يكون خليفة، بيحميه من أعداء مناوئين ليه في الداخل. ثلاثة، مساعدة الجيش ضد أعداء الدولة في الحفاظ على أمن الدولة، أمن المجتمع في الداخل، يعني بيحفظوا الأمن والأمان في داخل الدولة، إنما الجيش طبعا عارفين من أعداء الخارجية. أربعة، حفظ الأسواق ومساعدة المحتسب في أداء أعماله. تمام. سابعا، الجيش والبحرية الإسلامية. الجيش رقم واحد، الرسول عليه الصلاة والسلام منذ بداية نشر الدولة الإسلامية بدأ في تكوين الجيش. يعني تكوين الجيش في الإسلام كان من بداية الدولة الإسلامية، وذلك لسببين، لنشر الدعوة الإسلامية وتأمين حدود الدولة. تمام. فبدأ تكوينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو قائد الجيش. وبعد وفاته تعددت الجيوش، تعددت المعارك، فأصبح الخليفة محتاج شخص يسند إليه الجيش ويكون قائد إليه. يبقى بعد ما زادت مهام الخليفة أسند الجيش إلى قائد. القائد ده صفاته الشجاعة، الحزم، حسن التدبير. إنما في عهد عبد الملك بن مروان أصبح التجنيد بشكل إجباري. يبقى فيما قبل التجنيد كان تطوعي، تمام، حبا في الجهاد في سبيل الله والشهادة وغيرها. إنما في عهد عبد الملك بن مروان اكتشف إن الناس بدأت تتقاعس عن الحرب وتنشغل في الحرف والمهن المختلفة. يبقى أصبح في عهد عبد الملك بن مروان التجنيد إجباري بسبب تقاعس كثير من المسلمين عن الحرب وانشغالهم في الحرف والمهن المختلفة. بالنسبة لأسلحة الجيش الإسلامي كانت نوعين، الأسلحة الخفيفة، السيوف والرماح والأقواس بجانب الدروع، طبعا دي كلها أسلحة معروفة. إنما الثقيلة، الأسلحة الثقيلة، المنجنيق اللي هو معروف بيتم فيه إلقاء المواد الحارقة أو حتى إلقاء الطوب على الأعداء. اثنين، النار الإغريقية، ودي نوع من أنواع المتفجرات اللي بتستخدم في البحر، وكانت طبعا بدائية عن دلوقتي. المواد الحارقة اللي بيتم إلقائها، دي وقتها الأسلحة الثقيلة. طبعا الجيش المصري كان له دور كبير جدا في الفتوحات الإسلامية والمعارك وتصدي الأخطار، زي ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما بيوصي بالجند بتوع مصر، فعشان كده تم الاتخاذ عدد كبير منهم، فالجيش المصري شارك في العديد من الفتوحات والمعارك بكفاءة. رقم به، البحرية الإسلامية. تم إنشاء البحرية الإسلامية في عهد عثمان بن عفان بناء على طلب معاوية بن أبي سفيان والي الشام. طبعا فيما قبل ما كانش عندنا أسطول، إنما بدأنا نواجه هجمات الأسطول بتاع الدولة البيزنطية من خلال الأسطول البحري القوي بتاعهم في البحر المتوسط، فكان لابد من وجود أسطول لمواجهتهم. فاللي حصل إن طلب معاوية بن أبي سفيان والي الشام من عثمان في تكوين الأسطول، ووافق وتمت إنشاء هذا الأسطول. أشهر المعارك اللي قام بها الأسطول، فتح قبرص، معركة فتح قبرص، ومعركة ذات الصواري. معركة ذات الصواري بتظهر كفاءة القوة البحرية الإسلامية في حوض البحر المتوسط. تمام. بعد كده بدأ المسلمين، بدل هيهتموا بالأسطول هيهتموا بإنشاء وصناعة السفن. من أماكن دور صناعة السفن جزيرة الروضة بمصر، وفي الشام أيضا، وفي تونس إفريقيا، وكمان في الأندلس. يبقى عندنا جزيرة الروضة في مصر، اثنين الشام، ثلاثة تونس في إفريقيا، وأربعة الأندلس. مصر بقى كان لها دور كبير جدا بعد كده في عصر الدولة الأيوبية في بناء الأسطول. فكان صلاح الدين الأيوبي مهتم جدا بالأسطول المصري في أثناء الحرب مع الصليبيين، فكان قائد الأسطول الإسلامي المصري في ذلك الوقت ما يعرف باسم حسام الدين لؤلؤ. الشخص ده كان هو قائد الأسطول أيام صلاح الدين الأيوبي، وكان دوره بيحمي سواحل بلاد الشام حتى يمنع وصول إمدادات الصليبيين من الغرب. أثناء الحرب لازم نمنع المساعدات والإمدادات، بيتم إمنعها من خلال أو منعها من خلال الأسطول الإسلامي البحري اللي موجود في البحر المتوسط.
إنما في عهد دولة المماليك عملوا جاهدين على استعادة مكانة الأسطول زي ما كان أيام صلاح الدين الأيوبي، وده اللي دل على شيء، دل على ضعف الأسطول فيما بعد، فبدأوا إن هم يعيدوه لمكانته مرة تانية. طب إيه أعمالهم؟ أهم الأعمال ظهرت في عهد الظاهر بيبرس اللي اهتم بالقوة البحرية، فأشرف بشكل مباشر بنفسه يعني على دور الصناعة في الفسطاط، وعلى دور صناعة السفن يعني في الفسطاط وجزيرة الروضة والإسكندرية ودمياط، ويعتبر بذلك بيبرس هو مؤسس البحرية المملوكية. ودلوقتي هنبدأ في الدرس الثاني اللي عنوانه النظام المالي. بالنسبة للنظام المالي في الدولة الإسلامية، الحضارة الإسلامية كانت رائدة في تنظيم الأمور المالية والاقتصادية في المجتمع. إحنا أول ناس تعرف البشرية يعني إيه وزارة مالية بنمط مشابه للي بيحصل دلوقتي، تمام؟ فعرفنا عملنا ما يعرف باسم بيت المال، وكلنا عارفين بيت المال تم إنشاؤه في عهد عمر ابن الخطاب. نظام بيت المال نظام مالي إسلامي من أهم الأنظمة الاقتصادية استقلالا، تمام؟ وهو يعتبر من أهم الحاجات اللي تم إنشائها في الحضارة الإسلامية. كانت مؤسسة كل مهمتها انها تشرف على كل ما يرد الى الدولة من موارد وما يخرج منها من مصروفات ونفقات، بتشرف بشكل واضح على المصروفات وعلى النفقات وعلى الموارد اللي بتيجي، تمام؟ خصائص النظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية. النظام الاقتصادي في الدولة الإسلامية كان له مجموعة من الخصائص، واحد نابع من القرآن والسنة، واضح أكيد هيجي من القرآن والسنة بحكم إن إحنا دولة إسلامية. اثنين، الجمع بين الثبات والمرونة والتطور، عنده ثوابت وبعض القوانين الثابتة. مرن يعني ممكن يحصل معاه أي تغيير لأي سبب، ما يكون سبب مثلا قهري لأي سبب بيحصل في النظام الاقتصادي، أو متطور مع الظروف القادمة، يعني كل ما يحصل تطور ممكن يطور من نفسه، تمام؟ التوازن بين المادية والروحية، يوازن بين الاثنين. التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، رقابة الدولة وضمير الفرد، اكيد كان في رقابة على الامور المالية، تمام؟ طيب عندنا النظام الاقتصادي كان له مجموعة من الاهداف في الاسلام. عندنا طبعا كان لازم يكون كل هدفه يعمل على تتمثل في حد الكفاية المعيشية، يعني يكفي حاجة الناس المعيشية، ويعمل على الاستثمار الامثل لكل الموارد الاقتصادية، يعني يحصل اكتفاء معيشي ويحصل استثمار للموارد. هنبدأ نتكلم بشكل واضح عنه، عن النظام الاغماري اللي كان يعتبر عصب هذا الاقتصاد. رقم واحد، نشأة بيت المال وتطوره. بيت المال ظهر ازاي؟ في البداية ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبعث عمال بيجمعوا الصدقات والاموال من الدول او المدن المحيطة، يعني مثلا الدولة لها مستحقات مثلا زي الزكاة او زي الصدقات، كان ازاي بيتم جمعها؟ كان الرسول بيبعث اشخاص ليجمعوا هذه الاموال. من امثلة عندنا عمرو بن العاص، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيرسله لجمع صدقات عمال. طيب استمر الموضوع كده؟ ايوه استمر بالشكل ده في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد ابو بكر الصديق. طب ابو بكر الصديق كان بيحط الفلوس فين ويشيلها والصدقات دي كلها؟ كان بيجمعها في بيته. انما بعد كده لما الدولة الاسلامية تتسع ما ينفعش ان انا اشيل الفلوس في بيتي، تمام؟ فبدأ عمرو بن العاص يفكر بطريقة تانية، اللي هو ينشئ بيت المال، اللي هو ديوان من الدواوين اللي انشأها. طب ايه اسباب انشاء هذا الديوان؟ اكيد فتحات اسلامية، الدولة وسعت جدا في عهده، وكثرت الخيرات التي تتفقت على الدولة الاسلامية. يبقى ليه فكر في انشاء بيت المال؟ الفتحات الاسلامية في عهده، الخيرات الكثيرة تتفقت على الدولة، فلازم يكون في مكان يجمع هذه الاموال. طب منظم ازاي؟ كان له ادارة مركزية موجودة في العاصمة، وادارات فرعية موجودة في الولايات، بمعنى ان المركز بتاعنا موجود في العاصمة والباقي كل ولاية لها فرع. طب بيحصل ايه؟ كل ولاية طبعا بتجمع الاموال الخاصة بيها والموارد وتتصرف المصروفات الخاصة بيها. طب لو في فلوس زيادة، الفلوس الزيادة بترسل الى بيت المال ان هو في الادارة المركزية اللي موجودة في العاصمة المدينة المنورة. طيب الفلوس دي كانت بتم ارسالها مباشرة على طول؟ ايوه، بس كانوا بيستنوا شوية عشان يتأكدوا ان مثلا ان كل الناس حصلت على مستحقاتها، يعني كان من حق المسلمين ان هم ينقلوا الفلوس فعلا للعاصمة، بس يستنوا شوية يتأكدوا ان اهل الولاية اخذوا اعطياتهم، تمام؟ يعني مش على طول كده فلوس دي زيادة تمشي، لا، لازم لما يشوف الناس كلها اخذت اعطياتها، تمام؟ طيب مين بقى اللي مسؤول عن بيت المال من ايام عمر بن الخطاب؟ كان بيعين على بيت المال شخص بيسمى الامين، يبقى كان له امينا مستقل. طيب ده عندي هنا مثلا في العاصمة، طب في الولايات الموضوع ايه؟ اصبح في كل ولاية امينا مسؤولا، تمام؟ وفي نفس الوقت الامين ده شغله بعيد تماما عن شغل الوالي، يعني الامين ده مستقل عن الوالي، زي ما بيعين كمان قاضي على الولاية. يبقى كده الولاية فيها اهو ثلاثة وظائف مهمة قلتهم الوالي
الوالي اللي هو مسؤول عن حكم الولاية، وعندنا الأمين بتاع بيت المال وكان القاضي، وكل واحد مستقل عن الثاني، وهو في العصر ده بيعرف باسم الفصل بين السلطات. تمام؟ طيب، عمر بن الخطاب فصلت خليفة، وبذلك فصل الخليفة عمر بن الخطاب بين الإدارة السياسية والإدارة المالية عشان ما يحصلش أي مشكلات. طب أمثلة الناس اللي تم تعيينها، مثلا تم تعيين عمار بن ياسر واليا على الكوفة، ومعه عبد الله بن مسعود عاملا لبيت المال. تمام؟ وكل الناس طبعا لها أنصبة تاخدها في أي وقت في السنة، بس بيكون وقت معلوم ومحدد. في عصر الأموي، العصر الأموي الوضع اختلف تماما، زادت الأموال في بيت المال وأصبح الدولة تشرف عليها إشرافا كاملا، لكن أكيد هيحصل بعض المشكلات فيما بعد بسبب اتساع الدولة كثرة الموارد. فلما جه عمر ابن عبد العزيز أعاد هيكلة بيت المال، يعني حس إن هو محتاج إعادة هيكلة بمعنى إعادة تنظيم. فعمل إيه؟ بدأ إن هو يفكر يعيد كل الأموال المهدرة إلى بيت المال. تمام؟ فبدأ إن هو يحافظ على موارد بيت المال، ومنع بيع الأراضي الخراجية، الأراضي الخراجية اللي هي الأراضي اللي تم زراعتها وبيؤخذ منها ضريبة الخراج. تمام؟ كلما زاد الإنفاق على الرعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، كل ما هيكون المجتمع أفضل وأحسن. بدأ إن هو يعمل إيه؟ يحسن أحوال الرعية، ينفق عليهم عشان يكون في عدالة اجتماعية في المجتمع، وبكده هيشعر الفقراء والمحتاجين والمظلومين بالإنصاف. يبقى كده عمر بن عبد العزيز لما أعاد الأموال المهدرة ومنع بيع الأراضي الخراجية وزاد الإنفاق على الرعية، فده بيحقق عدالة اجتماعية، بيحقق الإنصاف للفقراء والمظلومين. ففي عهده زادت في عهد الأموال في بيت المال، وبدأ إن هو يبتكر وسائل القضاء على مشكلات المجتمع. إنما في العصر العباسي، الدولة الإسلامية كان فيها غنى لا يوصف، الغنى ده كتير جدا بسبب اتساع الدولة، فقد كانت قيمة ما يدخل إلى بيت المال في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد حوالي 7000 قنطار و500 قنطار في كل عام، يبقى 7500 قنطار في السنة، ودي مبالغ كانت كتيرة جدا بسبب اتساع الدولة. طيب، ثانيا موارد بيت المال. موارد بيت المال وهي الزكاة، الخراج، العشور، الجزية، الغنائم، الفيء، المكوس. هنبدأ برقم واحد، الزكاة. كلنا عارفينها، ركن من أركان الإسلام، فريضة محكمة، مقدار معلوم من أموال الأغنياء يعطوه إلى الفقراء، وده أرقى صور التكافر والتراحم الاجتماعي اللي ما كانش له نظير قبل كده في المجتمعات السابقة أو اللاحقة، اللي هو نظام الزكاة. طب الزكاة مقسمة إلى، تقدم الزكاة إلى أربع أنواع أو أربع أقسام: زكاة النقد، زكاة السوائم اللي هي الأنعام والماشية، يعني مبالغ زي زكاة النقد، إنما السوائم اللي هي زكاة الحيوانات، تمام، اللي هي زي الأنعام والماشية. وبعدين ثلاثة، زكاة الزروع والثمار اللي هي على الأراضي الزراعية، زكاة الركاز والمعادن. تمام؟ وبكده هنكتفي بهذا الجزء ونكمل الباقي في المرة القادمة. هسمع كل استفساراتكم وأسئلتكم اللي ممكن تكتبوها لي على الفيديو من الساعة 5 للساعة 7، وشكراً.